يعني زي ما شفنا كده في الفيديو اللي معانا، اللهجة والطريقة اللي بتتكلم بيها كل المصريين تقريبا حبوها في الأول بسبب الفيديوهات اللي هي بتعملها، والعربي المكسر انتي هلطانة وانا هلطانة، فاتعلقنا جدا بيها. ولكن بعد كده ما ابتدينا نركز في محتوى الفيديوهات لقينا فعلا ان هي بتقدم نصايح وحاجات مفيدة، بغض النظر ان هي بتفكرنا بالمأساة اللي احنا عملناها في فترة الحظر، ولكن هي بتقدم حقيقي معلومات مهمة جدا لكل الناس اللي حابة انها تحافظ على جسمها ولياقتها، وخصوصا وهم قاعدين في البيت، مفيش جيم، مفيش نادي، مفيش اي تحركات بتحصل. عشان كده منورانا النهارده في الاستوديو انيا ميدفالي، مدربه لياقه ولايف كوتش، وهي طبعا روسيه ولكن مقيمه في مصر. ازيكي انيا؟ اهلا وسهلا. ايه العربي الحلو ده؟ نورت استوديو. انت اللي منورانا. انا مبسوطه قوي انا معاكم بصراحه. احنا كمان مبسوطين بيكي اكتر. شكرا. مش عارف ليه احنا حبيناكي زي ما كل الشعب المصري حبك وحب الطريقه بتاعتك واللي بتتكلمي بيها. عايزين نعرف الاول، انت بقالك كام سنه في مصر وجيتي ازاي ومستقره ازاي؟ من زمان، من زمان، من 9 سنين تقريبا، 8 سنين، 9 سنين. وقبل كده انا كنت في الامارات 9 سنين، و الحمد لله ومبسوطة في مصر. و والعربي اتعلمتيه فين؟ كان صعب قوي طبعا في هو الاول، صعب اكيد في الاول. بس كان في الاول كان اشارات وكده يعني. يعني انا اسفه لمؤاخذه، كان كله كلام كده، كان صعب. لمؤاخذه في الكلمه. حلوه حلوه. احنا بنحب اللهجه دي. لا بس بعد كده، بعد كده خلاص يعني. ولغه مصريه سهله على فكره، سهلة سهلة جدا. ما فيش فيها جرامر. اهم حاجة ما فيش فيها مذاكرة جرامر. ايوه. وانت كمان هو في جرامر، بس ده لو هتتكلمي لغة عربية فصحى، ولكن العامي انت بتفهميه كده بالظبط. صح؟ وانت شاطرة يعني بالزبط. انت شاطرة والعربي بس ما بعرفش اكتب ولا اقرا كتاب يعني، ولا تقري ولا تكتبي. بالظبط. انا اسمي انيا، ما بعرفش اكتب اسمي اي ان ان اي، ما بعرفش اكتب. انا هعلمهولك بعد الحلقة. بس بتكلم بس، والحمد لله الناس فهموني. حلو قوي. طيب نبدأ بقى من اليوجا والرياضة بشكل عام. ده كان تخصصك، بدأتي فيه امتى؟ احكي لنا أكتر. أنا أصلا اتحركت من جامعة سينما وتلفزيون في سان بيترسبورغ في روسيا. يعني أنا مهندسة تصوير وبحب الكمبيوتر و جرافيك ديزاين وفوتوشوب، ودي مجال بتاعتي. المجال التاني وهو أنا لقيت نفسي فيها هي دي رياضة. من زمان اول شهاده لسه حطها، اول سيرتيفيكت حطها من زمان جدا في سبعة تقريبا 97 يعني. لسه كنت وحبيتها، حبيت رياضه، وحط شهادات كتير. عندي يوجا، عندي تير اكس، عندي ايروبكس. حلو. بحب الجيم عموما، بحب رياضه. بتحبيه ازاي؟ ده انا بمشي خطوتين بنهج. بحب رياضه، بحب بتنهج يعني بتتعب بدري. لا وبشجع الناس يعني، انا عجبني عشان لو بشوف ناس بتجيبوا نتيجة حلوة، واحدة حست مثلا 10 كده، واحدة 15، واحد عمل عضلات يعني بتغير شيء بجسمه، دي نتيجة بتغير نفسيتك. صح ولا مش صح؟ بتحسي بالإنجاز. بالظبط. لو قدامك تارجت وانت نجحتي في التارجت دي، هقول لك الناس بتقولوا طب انا مش قادره. لا انت قادره لو انت تقولي لنفسك انت قادره. صح؟ ناس خايفين من تعملوا اول خطوه بس. بس لو انت عملت خطوه وخطوه تاني بعديها، خلاص انت عرفتي عملتي اول خطوه، هتقدري تكملي. ونجحتي مره، هتعرفي تنجحي مره تاني، وقدامك في التارجت. هي دي نجاح، هي دي نفسيه. نفسيه بيفرق جدا اكيد. طب احنا كرجاله في مصر احنا انبسطنا من الفيديو بتاعك جدا. ليه؟ احنا الستات كانوا بيضحكوا علينا، يقولنا لازم الست تتخن بعد الجواز، بعد ما تخلف، كان لازم. على فكره، على فكره، السبب من اسباب ست بتتخن انتم رجاله. صح؟ احنا طبعا. اديله يا عيني. والله ما حصل. خش عليك. ليه؟ ليه مش قامله اكل؟ ليه مش قامله مطبخ؟ وحضرتك بتحليها توفي من في المطبخ قد ايه وقت؟ طيب حضرتك انا اكل من المطبخ هي تتخن؟ طب مش مالي. طب مش ممكن حضرتك، حرام عليها، مش ممكن حضرتك تشجعها على الرياضه يعني؟ المفروض انت لاحظتي يا انيا انه الرجاله هنا في مصر اغلبهم بكرش؟ لا ما في، لا كرش ايه، كرش ايه. لا الحمد مش لله كله يعني، مش درجات كده. لا مش كله، بس النسبه كبيره من رجاله بتحبوا رياضه وبتروحوا الجيم، وخلي بالهم من نفسهم، من شكلهم، من جسمهم، بالصحه. بس المفروض لازم تشجعوا لستاتهم برضو لرياضة. تشجع لمراتك
لنفسي عليها تنزل على الجيم على انا مش بتكلم على يعني الرجاله طلعت هلطانه برضه طبعا دي غلط شويه دي غلط شويه النسبه انا مش بقول عليها تلبس مثلا بنطلون ضيق وتنزل على الجيم في الفوست اللي راجله لا طبعا طبعا في رجاله بتهيروا على بتهيروا جدا أيوة على الرجاله انت عارفه الواقع بتاعنا كمان ايوه بس حضرتك في جيمات ليديز في قسم الليديز في كلاسات مفعوله لحريم بس المطلوبه منك شجعها تعمل اول خطوه لرياضه صح وفي الاخر انت الكسبان طبعا لو هتلاقيها جسمها حلوه ونفسيتها حلوه وعارفه تلبس وعارفه وهي مبسوطه في الاخر مين كسبان انت الكسبان صح هيبطل يبص بره بالظبط مثلا لا مش بتكلم مش مقياس يعني بتكلم على دي يعني الامومه النفسيه انت واثق في نفسك لو انت بتلعب رياضه صح ولا مش صح صحيح لو جسمك جميل وعارفه تلبسي لبس انت عايزه انت بيفرق في النفسيه بالظبط ولو انت بس بتتحني شويه شويتين مش عارفه تفيل الجينز مش عارفه تلبسي صح عندنا الست لما بتتضايق وتزعل تاكل ايوه طب الهام ده من مشاكل يعني مشاكل كتير الهام كتير يعني ده ممكن ترمي على رياضه مش لازم ترمي على اكل ليه قوليلها قوليلها هي بابا انت الستات يعني كستات ما انت بتمثلي الست المصريه دلوقتي طب هقول لك على حاجه حصلت عندك مشكله بعد شهر يعني مشاكل ورا بعض وانت زهقانه وزعلانه ومديه بتروحي بتاكلي حليتي مشكله؟ لا انت عملتي مشكله تاني انت زودتي مشكله تاني طحنتي كده عندك مشاكل كان وكمان بوظتي جسمك ونفسيتك وهتضايقي هتاكلي اكتر هتتحني اكتر هتضايقي هتاكلي اكتر وهتلفي كده مش هتقدري تطلعي من انيا جربتي اكلنا يعني جربتي المحشي طبعا طبعا دي محشي المحشي جربتي الحاجات دي كلها طبعا عارفه فيها كام كالوري بشاميل وملوحيه يعني وبامي بلحمه مفرومه ازاي طب احنا بقى ازاي ناكل الاكل ده وما طب انت ممكن تاكلي كل حاجه نفسك فيها بس كميات صغيره يعني بطنك قد بطنك يعني قد كوبايه احنا قد بطنك لا بس انت لو بتاكلي كتير بتوصلي بطنك صح. يعني بتوصل دايما احساس جعانه ولازم خدي قدامك وجبه انت كلتيها خلاص كده مش لازم تاكلي لغايه خلاص يعني مش قادره مش قادره تاخدي النفس ليه قدامك وجبه انت كلتيها خلاص شربتي كوبايه خلاص وتختاري حاجات مفيده حاجات طبيعيه صح اي حاجه جايه من ربنا الطبيعيه هي دي مفيده يعني فواكه خضار حاجات سمكة طبيعيه فريح اللحمه حاجه جايه طبيعيه اي حاجه بني ادم عملت هي دي مضره اي حاجه في السوبر ماركت مضره في الفريزر في السوبر ماركت خدها كل مضره ليه معمول بالبني ادم تاكلوا حاجات جايه من ربنا خلينا برضو ايه ما نبقاش بنقول بس للستات هم اللي بيتخانوا ولكن لينا كلنا يمكن احنا الفتره اللي فاتت كان في الحظر والكورونا وكله قاعد في البيت ولسه فيها وما زلنا موجودين طبعا بس الدنيا هتبتدي ان شاء الله تفتح واحده واحده بس قاعدين في البيت ما بنعملش اي حاجه غير اننا ناكل ونتفرج على التلفزيون وننام ونعمل كل حاجه في البيت ازاي بقى يا انيا للاسف للاسف طبعا ازاي بقى في الوقت ده او من خلال الفيديوز اللي انت كنت بتعمليها بتدي نصايح الناس ممكن تعمل ايه في البيت وهم قاعدين يتحركوا او يخسوا او ينشطوا جسمهم اول حاجه تفيلوا الثلاجه على مفتاح اول حاجه وتفتحوها في وقت معين الصبح والظهر وبالليل خمس دقايق احنا دلوقتي بنعمل ايه رايحين جايين على مطبخ صح 150 مره في يوم حضرتك رايحه جايه على مطبخ وكل شويه بتفتحي الثلاجه هاكل ايه هشرب ايه لا في حاجات كتير في حاجات كتير ممكن تشغل نفسك فيها صح دي في ستات بتاكل اي حاجه على ما تفكر تاكل ايه يا ابني الستات ما تفكر في الرجالة شويه على ما تفكر تاكل ايه لا وراجلك كمان ورجاله حضرتك انت مش نسبه كبيره طب حضرتك انت قاعد قدام التلفزيون وبتشوف برنامج بتشوف المسلسل مثلا اللي انت حبيته طب قوم تفرش مثلا الحاجه على ارض وتشتغل فيتنس تعمل اكسرسايز وانت بتتفرج على برنامج صح ولا مش صح دي مع بعض احنا بنضيع وقت على فاضي سوشيال ميديا نايم حضرتك في الفيسبوك في الانستغرام في الواتساب بداية وقت كتير صح وبتناموا كتير طب تصحى وبلاش كسل تشد على نفسك شويه كسل بياكل بني ادم من جوه مش بتحلي كم الحياه ومش بتحليه وتعيش بياكله طب بلاش كسل انيا احنا شايفين دلوقتي في فيديو ده ليكي صح ده احنا كنا في المارينا ده كنتي فين؟ ده كنت في المارينا بس مارينا طبعا مفول واحنا برضو كنا قاعدين في البيت
الظهر مفول وشورت قفلت كل حاجة. بس كنا بنحاول بنشتغل. كانت معايا بنتي جانيت، هي ما شاء الله ربنا يحميها، بتشجعني في كل حاجة والله، بتشجعني في الرياضة وبتشجعني حتى في شكل اللبس، بتشجعني في كل حاجة. دي نقطة مهمة، مهم ان انا اعرف حد يساعدني على الرياضة، يخليني اعمل رياضة. طبعا حلوة جدا لو في حد بتشجعك، حلوة جدا. بس في نفس الوقت مهما انا بتشجعك برضو، لو انت مش عاوز دي من جوه مش هيحصل، ولا مدرب هتساعدك، ولا دكتور تخسيس هتساعدك، ولا حد هتساعدك. لو من جوه لازم تقول انا قادره وانا عايزه دي. انا عايزه الى برياده، انا عايزه تكون حلوه من صحتي، وصحتك في ايدك. ما انا ممكن ابقى عايزه بس مش قادره. مش قادره لو مش قادره مثلا صحيه وفي بعض شيء في حاجه، لا. دي حاجه كسل غير كسل. ايوه يعني كده انت مش قادره، كده انت مش عايزه، ايه غلطانه. ايوه صح، انا غلطانه طبعا. ليه غلطانه تاني؟ قومي قدام المرايه ولمؤاخذة شتي من نفسك بأوحش كلام. أنا أشتي من نفسي؟ أيوة. وهلطانة برضه، قولي أنت هلطانة كده هتقدري تصلحي غلط، صح ولا مش صح؟ أنا ببقى بعيط يا أنيا وباكل في إيدي عادي جدا. بالظبط، مش قادرة. بس أكيد مش هتجيبي قلب آيس كريم وبتاكلها. بيحصل أكيد أكيد بتكسل، بس بعديها هتزعلي أكتر لو أنت بيبوظي الجسم، صح ولا مش صح؟ صح يعني صح. بس طيب شدي على نفسك اكتر، قولي انت شاطره، قولي من جوه انت شاطره وانت قادره وانت هتقدري تعملي كل حاجه. وحتى لو بتغسل اي مشكله، يعني مش مشكله، يعني كل واحد بتغسل عنده مشاكل في حياه وهو بيق. مش مشكله واحد بيق وبيزل وبيعيط، دي مش عيب. بس مشكله لو انت مش هتقدر تقف. كل مشكله بتحليك اقوى واقوى، صح. لازم تقف وكمل الحقيقه. بس اقول لك على حاجه، في مثلا ستات بتشوف ان هي شغلها في البيت ده اوريدي هي بتحرك جسمها، او ده رياضه في حد ذاته. لو واحده عندها اولاد بتجري وراهم طول اليوم طبعًا. لو واحده بتنظف، لو واحده واقفه في المطبخ، واحده بتغسل مواعين، فهي اوريدي طول اليوم من اول ما بتصحى لحد ما تنام هي بتتحرك في البيت، فده يعتبر نوع من انواع الرياضه. لا رياضة، بس في عضلات معينة في الجسم ما بيشتغلوش في دي، يعني في التنظيف والطبيخ بتشتغل ايه؟ ايد وظهرك بتتعب وركبة ورجل من كتر التقوفة انت في المطبخ، صح. لا لازم تكون رياضة معينة في الفترة انت فاضية. ليه؟ علشان زي انا قلت في عضلات في الجسم ما بيشتغلوش في الحركات في شغل البيت، محتاجه تمرينات معينه مخصوصه. طب لو هي مثلا غلطانه ومش قادره تقول لنفسها، ومش قادره، انا قلت غلطانه مش هلطانه بالمناسبه عشان ايه مش سوء تفاهم، وهي مش قادره، ممكن حد يقول لها كل شويه لا اعملي كذا؟ طبعا ولا انت غلطانه؟ طب انيا اخيرا كده، يمكن انت كمان بتدربي يوجا او بتمارسي اليوجا، ويمكن برضو مؤخرا ظهر مصطلح يوجا الضحك اللي ناس كتير يعني مش فاهمه هو فعلا لما انا اقعد اضحك بطريقه معينه ده هياثر في نفسيتي ولا لا. دي النسبه الصغيره وقت يعني 10 دقايق في الاخر احنا بنعمل المديتيشن وخمس دقايق ولا 10 دقايق يوجا اسمها يوجا الضحك. طب ما تيجي نعملها كده ونختم بيها يوجا الضحك. هي دي اشكال الضحك، وانت بتضحكي ما كوتش بتاعتك. هقول لك على حاجه، انت لو هتسمعي حد بتضحك في الفيسبوك ولا انستغرام ولا في التلفزيون، بتسمعي بالذات لو الشكل ضحكه حلوه كده بتشيب، هعمل ايه؟ هكشر؟ لا اكيد هتضحك. هي دي بس 5 دقايق 10 دقايق جنب المديتيشن في يوجا. طب يلا ومفيده للنفسيه. طب تعالي نختم بيها، انت هتعمليها وهنعمل وراك انا وعمر. ماشي هنكسف. لا ما بقدرش هنكسف. هي دي بس اشكال الضحك بس كده. ماشي. عامة انيا متفالي مدربة اللياقة ولايف كوتش والماستر بتاع كلمة هلطانة بقى براند في مصر، حبيناكي جدا وحبينا طريقتك. ان شاء الله هيكون لنا لقاءات كمان معاكي كتير عشان نقعد نتكلم بقى براحتنا ونشوف مين اللي هلطان يا نوره ولا ايه. انت الهلطان، هتطلع بره. شكرا. شكرا ليكي. شكرا ليكي يا نوره. كنت عايزه احاول بس في الفتره دي لو في لغزه، بس كنت عايزه احاول شكرا لكل كوتشس وكل المدربات بتشجعوا الناس دلوقتي في الفتره دي،
ناس بجد محتاجين حد هتشجعهم، بجد محتاجين في الوضع دي صعبة، الناس قاعدين في البيت. شكرا لكل الناس بتدوا نصايح، بتدوا نصايح في رياضة واكسرسايز وتمرينات، شكرا لهم كلهم. وشكرا ليك انت كمان يا انيا، يمكن انت برضو بتقدمي نصايح ولكن بطريقة كده لذيذة بتمشي مع خفة دم المصريين، هم بيحبوا الحاجة السهلة البسيطة اللي برضو بتخليهم ان هم لازم تشجعوا بعضه، يعني تشجعوا بعضه، رجالي بتشجع ستاتهم، تشجعوا بعضه، اخت، كل تشجعوا بعضه، اعملي جروب مع بعض. نورتينا، ميرسي. شكرا يا نورة، شكرا يا عمر، احنا كده خلاص معانا وانا مبسوطه اكون معاكم. احنا اسعد جدا والله، مش عايزين نخلص الحلقه بالمناسبه. هنكمل بعد ما نخلص. احنا كده خلصنا حلقتنا، ان شاء الله نشوفكم المره الجايه، ما تكونوش غلطانين. يلا سلام عليكم. يلا يا غلطان.